رمضان بهجة المتقين وفرحة المؤمنين وفرصة المتنافسين، تفعل فيه أعمال بر ويؤتى فيه من الخير والعمل الصالح الذي يتضاعف. عمرة في رمضان كحجة معي كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. والله دي حجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، اكتب لك أجر صحابي حجة مع رسول الله، حجة وداع. يا أخي الحج مع البعثة السودانية كويس، مش حج مع انه ناس البعثة يكرهوك ويخلوك تكورك بلا سبب ويمشي يفكوك هناك ما بزول بيسأل منك، الناس بيقولوا كده، لكن بعد ده الحج برضو كويس معهم. ونسأل الله انه يكون اداء كويس ناس البعثة السودانية في الحج، وانه كل مرة يصحح من اخطائه. دي ما حجة مع البعثة، دي حجة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. عمرة في رمضان، في ناس عنده قروش كثيرة لكن العمر ده مش على أصل في رمضان. في رمضان. في رمضان. في رمضان.